Primary 6. My dear students, my lovely students, Mr. Nasri loves you so much. Let's continue. Revision on Unit 5 in town. قبل ما نبدأ جهز ورقتك وقلمك. اعمل الجدول قدامك في nouns في verbs أو verbs ونouns. حاول تكتب الأفعال الموجودة في العشر phrasal verbs دول. Feed the birds يعني فين الفعل هنا feed، فين النون، فين الاسم birds. برافو، اعمل كلهم على هذا الموال. Read a newspaper، take medicine، meet a friend، visit a museum، take the underground، give a speech، take a math test، bake bread، get a haircut. النهاردة عندنا هدف ان احنا نكتب اكبر عدد من الاسئلة باستخدام how often. ده التحدي الجديد بتاعك النهاردة، انك تكتب اكبر عدد من الاسئلة باستخدام how often. طب ايه اللي بيجي بعد how often؟ do او does. do مع الجمع وdoes مع المفرد. تعال نتعلمها مع بعض. how often، do او does فاعل مصدر. مرة تانية، how often، do أو does فاعل مصدر. يعني عندنا هنا how often do مع I و you و we و they، وبرضو الفعل في الـ infinitive مصدر. سؤال، how often do you bake bread؟ اتعلمنا كده كويس ازاي اكون سؤال how often do أو does فاعل مصدر. طب لما اجي اجاوب subject verb، subject verbs فاعل وفعل، وبعد كده عدد المرات، عدد المرات once مرة واحدة، twice مرتين، three times ثلاث مرات، four times أربع مرات، and so on أي عدد من المرات. بعد كده a، once a day، once a week، once a month، once a season، once a year، day يعني يوم، week ركز week double e بمعنى أسبوع، month شهر، season فصل من فصول السنة، year سنة، year سنة. طيب بالنسبة ل how often does he أو she أو it، وبعد كده الفعل في المصدر، قلنا how often do أو does فاعل، فعل في المصدر. مرة تانية، how often do أو does فاعل، فعل فين؟ في المصدر. how often does he bake bread؟ bake عشان في does لازم استخدم الفعل في المصدر. الاجابة he bakes bread، he bakes bread، he bakes he وشو it الفعل اخره s او es. طب بيخبز امتى الخبز؟ كم مرة شباب؟ once مرة واحدة، مرتين twice، three times ثلاث مرات، اربع مرات four times. تمام. طب بيخبز مرة واحدة فين؟ في الشهر، في اليوم، في السنة، once a day، once a week، once a month، once a season، once a year. طب لو مرتين، once a day، once a year، once a month، once a season، twice a week، three times a week، four times a month. على حسب عدد المرات تقدر تستخدم كلمة times. صورة قدامنا، how often do you get a haircut؟ I get a haircut twice a month. I get. How often does she take medicine? She takes medicine. شايفين في السؤال take، لكن في الإجابة takes. طبعا في السؤال take علشان فيه does، لكن هنا في الإجابة مفيش does، وهي وشي وإت الفعل آخره s. She takes. إجابتك اكتبها. How often does he feed the birds? Excellent. طب الإجابة he feeds the birds once a day. طبعا he feeds في الإجابة، لكن في السؤال does he feed. How often do you take ولا takes؟ take عشان سؤال. Excellent. طب وإيه الإجابة؟ we take ولا takes؟ take عشان في we. excellent. يبقى خدنا how often، do او does فاعل، فعل في المصدر.
ازاي اجاوب اي وزي وي ويو بعد كده مصدر، لكن هي وشي وات الفعل اخره اس اي اس اي اي اس خدناهم في الفيديو اللي فات، ممكن نراجع الفيديو اللي فات. تمام، بعد كده عدد المرات once twice three times four times a day week month season year. ركز شوية، لو جالك في circle the odd word and replace it with the correct one، طلع الكلمة المختلفة وبدلها بكلمة بديلة. هقول أربع كلمات وأنت تفكر معايا: day week month once. إيه المختلفة؟ طبعا once excellent، تضع مكانها إيه؟ عندك season أو year، season أو year. طب أقول حاجة تانية: one two three twice. إيه المختلفة؟ one two three twice. إيه المختلفة؟ twice طبعا عشان دول أرقام عادية. تمام، أرقام، يبقى أشيل twice وهستخدم four five أي رقم. ركز كويس وفكر في كلمة week، أسبوع w E E K W W E K أسبوع، لكن خدنا ويك W E A K بمعنى ضعيف. ركز، نفس النطق ولكن اختلاف في الحروف. ركز كويس جدا جدا. قلمك ورقتك، اكتب إجاباتك وتأكد في الشريحة اللي جاية. ما تنساش التحدي بتاعنا، كتابة أكبر عدد من الأسئلة باستخدام how often. لو عجبتك القناة، لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تشترك في القناة، وهتخش على قوائم التشغيل هتلاقي مراجعات الصف السادس الابتدائي، ادخل عليها هتلاقي الوحدات اللي قبل كده موجودة في قوائم التشغيل مراجعة الصف السادس الابتدائي الترم الأول. نرتب ازاي؟ فاعل فعل، تكملة الجملة فاعل فعل object فاعل فعل object، مرة واحدة مرتين ثلاث مرات بعد كده فترة زمنية. فاعل subject verb object تكملة الجملة، قلنا عدد المرات وبعد كده وبعد كده الزمن. Now check your answers. تنساش ان he و she و it فعل اخره s، he gives. اوكي، now your turn. جهز ورقتك قلمك على طول، اكتب سؤالك. ازاي يا مستر اكون السؤال؟ راجعناه، راجعه تاني: how often do or does subject verb object. تاني: how often do or does subject verb object. مرة تانية: how often do or does subject verb object. how often do or does فاعل فعل مفعول، فاعل فعل مفعول. how often do or does فاعل فعل مفعول. check your answers. how often do you excellent. How often does she bake? ليه bake؟ بالرغم ان في شي عشان في does. How often does he read؟ طبعا read مش reads عشان في does. excellent. How often do you give a speech؟ Now write your answers. اكتب اجاباتك، فكر كويس، قدامك دقيقة. ما تنساش he و she و it الفعل اخره s، he plays he eats he drinks he draws. اوكي، طب ليه؟ عشان في once او twice او three times، ده مضارع بسيط، مضارع present simple once twice three times present simple. now check your answers. طب يا مستر ما فيش he و she و it في اسماء، ما فيش مشكلة، ما هو save ده ولدي ممكن اشيله واكتب مكانه هي، سلمى girl ممكن اشيلها واكتب she، يبقى هي وشي وات الفعل اخره اس عشان في twice في three times. check your answers now. she bakes bread he gives a speech twice a month safe gets a haircut three times a
طب ليه ما خدناش جوت يا شباب؟ حد فاكر؟ اه عشان ما فيش يسترداي لاست اجو، خدناها قبل كده في يونت 2. راجع فيديو يونت 2. سلمى فيدز ذا بيردز توايس ا داي، ليه ما خدناش فيد؟ طبعا ما فيش يسترداي ولا لاست ولا اجو. نمبر 5، تنساش I زي we you فعل في المصدر. I زي we you فعل في المصدر. في مفاتيح، في كيز للبريزنت سيمبل ما ننساهمش. every day every week always usually sometimes في يونت 4. راجع الفيديوهات هتلاقيها موجودة في يونت 4 بريزنت سيمبل. once twice okay three times usually never hardly ever كله ده present simple. I they we you فعل في المصدر. he و she و it فعل اخره s. now check your answers. ready? yes. I meet. excellent. في every يا مستر المضارع بسيط يبقى استخدمنا meet، لكن لو في yesterday last ago كنا استخدمنا met. okay. They read the newspaper once. طبعا ما ينفعش reads ولا reading. reads ما فيش لا هي ولا she ولا it. reading ما فيش am ولا is ولا are. excellent. number 7، we bake. ليه مش bakes؟ ما فيش لا هي ولا she ولا it. ليه مش baked؟ ما فيش yesterday ولا last ولا ago. ليه مش baking؟ ما فيش لا am ولا is ولا are. لازم هراجع كويس كل اختيار ايه المناسب بتاعه. she takes when she is ill، هي بتأخذ ايه عندما تكون مريضة؟ طبعا بتأخذ الدواء. are you ready now write your answers don't forget how often do او does. لازم فاعل، فعل في المصدر. تاني how often do او does فاعل، فعل في المصدر. ما تنساش how often do مع I they we you و does مع he و she و it وبعديهم الفعل في المصدر. how often. طب بالنسبة ل are لازم يكون وراها verb ing، بالنسبة ل where verb ing، am verb ing، is ing، لكن do أو does فعل في المصدر. Now check your answers. Are you ready? Yes. How often do؟ ليه ما خدناش does؟ عشان في السؤال في you ويو بتاخد do. How number 10، how often does؟ خدنا ليه does؟ عشان في he. excellent. بعد كده 11، how often does she read؟ ليه خدنا read ما خدناش reads؟ عشان في does في السؤال. 12، how often do you bake bread؟ yes. excellent. Are you ready? Now write your answers. I take medicine once a day. I take medicine twice a day. تنساشي ان هي وشي وات فعل اخره اس. اي زي وي يو فعل في المصدر. هاو اوفن، هاو اوفن دو او داز فاعل، فاعل في المصدر. ناو ار يو ريدي تو تشيك يور انسرز؟ اوكي ناو تشيك يور انسرز. هاو اوفن دو يو تيك، ده سؤال يبقى لازم استخدم فعل في المصدر. بعد كده نمبر 14، هاو طبعا ايج ما تنفعش. اوكي وات ايج؟ اوكي وات ايج ما عمر. هاو ماني خدنا هاو ماني لازم يجي وراها جامع، مفيش جامع هنا. هاو ماتش نسأل بيها عن الكمية، والكمية لازم يكون وراها كمية، هنا مفيش كميات، نسأل بيها عن الثمن. طب الثمن هنا ينفع نقول له كم ثمن تقابل أصدقائك؟ طبعا المعنى مش هينفع. طب هاو اوفن كم عدد المرات؟ 15، I usually take a math test once a week. okay
My sister takes medicine once a day. اوكي، قلنا ما فيش حاجة اسمها one a day ولا two a day ولا three، بس لو في three times كنا فكرنا بقى. اوكي، استمتعت جدا 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 معاكم النهاردة. Nice to see you. See you soon. ما تنساش التحدي بتاعك انك تستخدم اكبر عدد من الاسئلة باستخدام how often، باستخدام how often. مستر نصري loves you so much. Goodbye. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد. مستر نصري loves you so much. Goodbye.